صغار من هذيك خدمتنا وقتها، من احنا صغار نثورو نلقو ماتنا تخدم ومولينا تخدم نخدمو معاه. بفضل الجمعية معناها تبدلت برشا حاجات، اللي مثلا أبسط حاجة مثلا الارتيزان كانت تشري في الماتير بريمير، ولت الجمعية هي اللي موفرة الماتير بريمير جراتوي للارتيزان. أنا تو قاعدة نخدم في داري، معناها حرة نخدم بعقلي ومرتاحة في مخي، ولا نخرج لا نغادر داري لا حتى شيء، نطيب فطوري ونجي نخدم براحتي. معناها الارتيزان معناها انها كونت روحها في المجتمع، تكون روحها معناها وتولي هكا، معناها تولي عندها شخصية، معناها انها وصلت وحاربت وبدلت برشا حاجات في دارها، معناها حتى المجتمع يولي يشوف لها بنظرة أخرى، معناها تتبدل معناها.